السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر، وخبر جديد معانا أول مرة تسمعوه. فياريت الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان كل أخباري تسمعوها أول بأول إن شاء الله. إصابة الملكة إليزابيث الثانية بفيروس كورونا. الخبر بيقول أعلن القصر الملكي البريطاني الأحد إصابة الملكة إليزابيث الثانية بفيروس كورونا. وقال القصر الملكي في بيان إن الملكة إليزابيث تعاني من أعراض بسيطة. ولفت القصر الملكي إنه من المتوقع أن تواصل الملكة إليزابيث بعض المهام البسيطة في قصور ويندسور هذا الأسبوع. كانت الملكة إليزابيث تلقت لقاح مضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19 في 9 يناير 2021. وقال متحدث باسم قصر باكنجهام في بيان أن الملكة البالغة من العمر 94 سنة تلقت لقاح ضد فيروس كورونا في قصر ويندسور تحت إشراف من طبيب العائلة الملكية. وأوضح مصدر مقرب من العائلة الملكية أن الملكة إليزابيث اتخذت قرار للإعلان عن تلقيحها لتفادي نشر تقارير غير صريحة أو صحيحة حول هذا الموضوع.